طيب إن شاء الله النهاردة هنتكلم في المحاضرة عن الأوسيلوسكوبس. المحاضرة النهاردة ليها دعوة أكتر بالمعمل، هنتكلم عنه كده شوية في الآخر إن شاء الله، في آخر المحاضرة. طيب الأوسيلوسكوبس مفروض أنتوا اتعاملتوا معاها السنة اللي فاتت، هي من أهم الأجهزة اللي عندنا في المعمل، أو من أهم الأجهزة في المعمل عامة، يعني اللي بتساعد المهندسين إن هم مهندسين إلكترونيكس، يعني إن هم يشوفوا الويف فورم، فبيقدر عن طريق كده يديباج إذا كان في مشكلة في الدايرة عندنا ولا لأ. فمن أهم الأجهزة في أي معمل إلكترونيكس طبعا هو الأوسيلوسكوب. الأوسيلوسكوب برضو يعني إحنا لازم دايما نشوف في الأجهزة على إنها في الآخر إلكترونيك سيركت، يعني هي في الآخر دايرة فيها برضو من جوه كومبوننتس معمول لها ديزاين عشان تساعدني في عملية الديباجنج. فكأي دايرة بيبقى ليها باندويث، مفيش دايرة أي إلكترونيك سيركت في العالم لازم يبقى ليها باندويث. باندويث يعني إيه؟ يعني تعرف تتعامل مع certain frequencies. فهنا مثلا لو بنرسم الـ frequency response، هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل بعد كده إن شاء الله، اللي هو لما دخل الـ frequencies معينة الـ output هيطلع، الترانسفير فانكشن بتاعته او الامبليتيود بتاع الاوتبوت هيتاثر قد ايه. فواضح ان في سيرتن فريكوانسيز مش بيتاثروا، وفي بعض الفريكوانسيز مثلا بعد اف 5 مثلا دول كلهم مش هيطلعوا في الاوتبوت. تمام، فده بنسميه لو باس فلتر، ده بنسميه لو باس فلتر بيهيفير. ويبقى ليه باندويث، الباندويث هو الديفينيشن بتاعها زي ما مكتوب كده، هو اللي هي النقطة اللي عندها الامبليتيود بينزل 70% تقريبا. فالباندويث دون ساعات برضو بنعرفه ان هو الماينس 3 دي بي بوينت او ناقص 3 ديسيبل بوينت. الديسيبل دايما نجيبه ان احنا بناخد 20 لوج الفاليو، فلو أخذنا 20 log 0.707 هيطلع minus 3 dB. فدون الديفينيشن بتاع الديسيبل. فإحنا لو عندنا دلوقتي الديفينيشن بتاع الباندويث اللي هو minus 3 dB point، ده valid لأي دايرة في الدنيا ومن ضمنها الأوسيلوسكوب. يعني إيه؟ يعني بعد certain frequencies الأوسيلوسكوب مش هيعرف يشتغل كويس، أو هيعمل لي attenuation في signal amplitude. هيأثر إيه؟ أول حاجة هيأثر على amplitude بتاع signal، تمام؟ بعد الباندويث هيبتدي يقل جامد. لو مدخل سكوير ويف زي ما اللي احنا شايفينها مثلا دي، المنقط دون هو الايديال سكوير ويف اللي احنا مدخلينها، هيحصل ايه؟ هلاقي ان الكورنرز بتاعت السكوير ويف فيها راوندينج، مش هتبقى شارب، وفي نفس الوقت الرايز والفول تايمز هيزيدوا، الرايز والفول تايمز هيتأثروا زي ما احنا شايفين كده. بدل ما هو ايديال سكوير ويف بشارب ايدجز هيبقى فيها سلوب، سيرتن سلوب. تمام، فدون تأثير ان السيجنال ليها سيرتن باند، او الاوسيلوسكوب نفسه ليه سيرتن باند. طيب احنا عايزين نختار اوسيلوسكوب يشتغل كويس، فلازم اختار الاوسيلوسكوب ده ان الباندويث بتاعته تكون اكبر من تقريبا 5 مرات الهايست فريكوانسي كومبوننت اللي عندي في السيجن. تمام، يعني مش هستنى لغايه الباندويث بتاعي، لا انا هاخد قبل الباندويث بكتير، لان احنا قلنا الباندويث السيجنال بتقل 70%، انا مش عايز اوصل للباندويث. فلو اخترت فعلا ان الاوسيلوسكوب باندويث اكبر من 5 مرات
الهايست سيجنال فريكونسي كومبوننت، ده هيبقى انا متاكد ان الامبليتيود بتاع السيجنال اللي انا شايفها على الاسيلوسكوب قدامي فيها ماكسيمم بلس اور ماينس 2% ايرور. فدي مهم جدا ان الواحد وهو بيستخدم الاسيلوسكوب يبقى عارف الباندويث بتاعته، ودي دي معلومه مهمه بتبقى مكتوبه حتى على كل اسيلوسكوب فوق الشاشه، يعني دي معلومه مهمه جدا ايه الباندويث بتاع الاسيلوسكوب. ولازم اتاكد ان الباند بتاع الاسيلوسكوب دون اكبر 5 مرات من الفريكونسي اللي انا عايز اتفرج عليها اصلا على الاسيلوسكوب. طيب ايه بقى اخبار الرايز والفول تايم؟ الرايز والفول تايم برضو هنحاول ان احنا نجيب لهم ريليشن. فمثلا الرايز تايم زي ما هو مكتوب كده بالايكويشن دي في علاقه بينه دايما وبين الباندويث. فالرايز تايم او الفول تايم بيساوي 0.35 على الباندويث. دي علاقه يعني الديريفيشن بتاعها بسيط، بس مش هنبقى كونسرند قوي بالديريفيشن بتاعها. ودي فاليد لاي لو باس فلتر، دي فاليد لاي لو باس فلتر، ان الرايز والفول تايم بتاع السيجنال بيساوي 0.35 الباند. تمام، لو انا دخلت ايديال سكوير ويف فهلاقي ان الرايز والفول تايم اللي خارج من اللو باس فلتر دون هيساوي 0.35 من على الباندويث بتاعت اللو باس فلتر ده. ساعات ان احنا بنحب ان احنا نسهل على نفسنا شويه، فالرايز والفول تايم لو قعدنا عنهم بالنانو سكند هيطلع لي الباندويث بالميجا، او لو قعدت عن الباندويث بالميجا هيطلع لي الرايز تايم بالنانو سكند. وبدل 0.35 دي هحط 350، ده مجرد بس تظبيط اليونتس بتاعت الايكويشن دي. فلو ظبطت اليونتس كده بحب دايما اعوض الايكويشن دي الباندويث بالميجا هيطلع لي على طول الرايز تايم بالنانو سكند. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو جبت اوسيلوسكوبس مختلفة، لو جبت اوسيلوسكوبس مختلفة الباندويث بتاعها مختلف ودخلت عليهم ايديال سكوير ويف، هلاقي على حسب الباندويث بتاع الاوسيلوسكوب زي ما احنا شايفين كده الرايز تايم اللي طالع لي هيتأثر. كل ما كان الباندويث على الاوسيلوسكوب كبير هيبقى الرايز تايم اللي طالع لي صغير. يبقى برضو الباند بتاع الاسيلوسكوب بيأثر على الرايز والفول تايم بتاع السيجنال بتاعتي اللي انا اقدر اتفرج عليه. هعرفه ازاي الرايز والفول تايم الباند من ايه؟ من الباند بتاع الاسيلوسكوب. لو قلنا مثلا ان في سيرتن، لو رسمنا الايرور بقى في الرايز والفول تايم، يعني ايه الايرور؟ يعني لو عندي سيجنال بقى هي نفسها عندها رايز تايم، لو عندي سيجنال هي نفسها ليها رايز تايم، يعني مش ايديال ستيب رايز تايم. طيب والاسيلوسكوب كمان لو باند ويث فهو كمان له رايز تايم، فبقى عندي كده 2 رايز تايم، واحد بتاع السيجنال اللي انا عايز اتفرج عليها، لان مفيش سيجنال ايديال كده بايديال ستيب انبوت، دايما بيكون للسيجنال نفسها كمان رايز تايم. انا كل انا عايزه اقدر اتفرج على الرايز تايم بتاع السيجنال دي زي ما هو موجود، زي هو في الحقيقه، زي ما هو في الحقيقه. تمام، لان دي وظيفه الاسيلوسكوب، الاسيلوسكوب مفروض يوريني السيجنال اللي انا عايز اتفرج عليها as close as possible من الايه، من الفاليو بتاعتها. فلو انا عندي بقى سيجنال ليها رايز تايم، الاسيلوسكوب كمان زي ما اتفقنا دلوقتي هو كمان ليه رايز تايم. حسب الريشيو بقى بتوين الرايز تايم بتاع السيجنال بتاع الاسيلوسكوب زي ما الكيرف ده كده بيوري، ده بيوريني ايه الكيرف ده؟ ده بيرسم على هوريزونتال اكسس الريشيو بتوين الرايز تايم بتاع السيجنال والرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب، وبيقول لي الايرور في الرايز تايم بقى اللي انت هتشوفه عندك على الاسيلوسكوب هيكون قد ايه. فلو الاثنين ليهم نفس الرايز تايم، يعني لو الريشيو بواحد، يعني ايه الريشيو بواحد؟ يعني الرايز تايم بتاع السيجنال اللي انا عايز اتفرج عليها بيساوي الرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب، هشوف ايرور 40% في الرايز تايم. يبقى مش هشوف الرايز تايم الحقيقي، هشوف فيه ايرور 40%، طبعا ده ايرور كبير.
كل ما الرايز تايم بتاع السيجنال يكبر بالنسبة للسيلوسكوب هقدر أشوف الرايز تايم دون بطريقة صح. فإحنا دائما بنختار إن الرايز تايم بتاع الأسيلوسكوب أو بختار بقى الرايز تايم بتاع الأسيلوسكوب يكون أقل من 1/5 الرايز تايم بتاع السيجنال بتاعتي دون يديني ايرور 2% أو أقل من 2%. زي ما إحنا شايفين كده السهم الأحمر لو اخترنا الريشيو 5:1 الايرور بتاعي في الميجرد رايز تايم هيكون دايما أقل من 2%. تمام، يبقى دي كلها برضو نفس الكلام. لو انا عايز اتفرج على سيجنال as close as possible من الحقيقة بتاعتها لازم اختار اوسيلوسكوب يكون الرايز تايم بتاعه اقل من 1/5 من اسرع رايز تايم عندي في السيجنال دي. في الحالة دي انا هضمن ان الايرور بتاعي اقل من ايه، من 2%. الحاجات دي بتساعدني كلها ان انا اختار الاوسيلوسكوب او اعرف الايرور اللي انا شايفه في السيجنال بتاعتي لو الاوسيلوسكوب بتاعي مش مناسب للسيجنال اللي انا عايز اتفرج عليه. يبقى في تو كونديشنز لغايه دلوقتي عندنا مهمين جدا والاثنين ريليتد لبعض. تمام، اول كونديشن عندي ان الباندوث بتاع الاوسيلوسكوب يكون اكبر من 5 مرات أسرع فريكونسي عندي في السيستم أو اللي أنا عايز أتفرج عليها، وريليتد لي برضو الرايز تايم بتاعي يكون أو بتاع الأوسيلوسكوب يكون أقل من 1/5 أسرع رايز تايم عندي في السيجنال اللي أنا عايز أتفرج عليه. طيب أي سؤال يا جماعة لغاية دلوقتي؟ دكتور، ايوه، طب كده هل الـ يعني الباندويث طول ما هي عاليه كده كويس ولا في تريد اوف؟ يعني هل يعني هل ان الباندويث تبقى كبيره على طول دي حاجه كويسه؟ الباندويث بتاع ايه؟ بتاع الاوسيلوسكوب، اصل انا شايف ان احنا في كل القوانين كل ما الباندويث بقت كبيره الرايز تايم بتاع الاوسيلوسكوب اقل، قبل كده برضو كان يبقى اكبر من اكبر فريكوانسي عندي، فهل في ليميت للحد اللي انا اقدر اكبر فيه الباندويتس بتاع الاوسيلوسكوب؟ هو المشكله ان اي اوسيلوسكوب انا بشتريه بتكون الباندويتس بتاعته ثابته، تمام، وكل ما الباندويتس اللي انا عايزها تكبر كل ما الاوسيلوسكوب ثمنه يزيد. تمام، عشان كده الاوسيلوسكوبس اللي احنا ممكن نشتريها دي ممكن يتراوح تمنها، عشان بس يبقى عندكم تخيل كده، من 2000 جنيه ممكن يوصل تمنها، يعني مثلا عشان بس ايه انا مش ببالغ انا بتكلم ايه ارقام صحيحه، لمليون جنيه. تخيلوا الفرق بقى، انت ممكن تشتري اوسيلوسكوب ب 2000 جنيه وممكن تشتري اوسيلوسكوب تاني بمليون جنيه. ايه الفرق فيهم؟ الباندوز بس، بمنتهى البساطة جدا، من بقى 2000 لمليون كل الرينج دون كل ما تعايز الاوسيلوسكوب الباندويث بتاعته اعلى هيبقى ثمنه اغلى، بس بمنتهى البساطة. تمام، يعني على انا اللي السؤال كده يعني انا اللي بيحكمني البادجت بتاعتي بس. بالظبط كده. شكرا. طيب ابراهيم او ولا كده خلاص ابراهيم؟ معلش يا دكتور، بس كان عندي سؤال. اتفضل. هو انا بس كنت عايز عشان ما سمعتش الحته دي كويس، هو الباندويث بتاع الاوسيلوسكوب بيتحسب يعني قد ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي الباندويث ضامن فريكوانسي، او سؤال يعني لو انا عندي فريكوانسي مثلا لو دخل على الاوسيلوسكوب هينزل لحد السيجنال هتنزل 30% لحد 30% من قيمتها الاصليه، هل الفريكونسي ده هيبقى داخل معايا ضمن الباندويتس ولا لا؟ انت اول حاجه تبقى عارفها ايه الاسيلوسكوب اللي معاك ده الباندوس بتاعته كام، دي اول حاجه معلومه لازم تبقى عارفها. تاني حاجه انت خلاص قست السيجنال وشايفها قدامك هتشوفها،
تمام، بس هتشوفها بامبليتود. لو الفريكوانسي بتاعتها قريبه من الباندويث هتشوف الامبليتود بتاعها قليل ب 70%، يعني هتشوف الامبليتود 70% من الفاليو بتاعته الحقيقي. تمام، بس هي بمنتهى البساطه كده يعني انت بتبقى عارف الباندويث بتاع الاوسيلوسكوب بتاعك، ولو شفت ان السيجنال اللي طالعه لك دي الفريكوانسي بتاعتها عالي او قريبه من او تقريبا نفس الباندويث، هتبقى عارف ان في 70% من الامبليتود طالع لك قدامك. بس هي بس المشكله الرئيسيه ان احنا السيجنال دايما اللي بنتفرج عليها ما بتبقاش ليها فريكوانسي واحده. هنتكلم على الكلام ده يمكن ايه المحاضره الجايه. عاده السيجنال بيكون ليها كذا فريكوانسي، زي ما احنا شايفين هنا مثلا دي سيجنال واحده ليها اربع فريكوانسيز F0 F3 F5 F7. تخيلوا كده ان السيجنال بتاعتي عباره عن الثلاثه ساينسويدلز دول بالفريكوانسيز الاربعه دول مجموعين على بعض. فلما ادخل سيجنال بالشكل دون في بعض الساينسويدلز اللي فيها مش هتتاثر او هتتاثر قليل، وفي ساينسويدلز ثانيه مش هتطلع لي خالص زي F7 مثلا. معنى كده المشكله بقى ان شكل السيجنال نفسها هيتغير. شكل السيجنال نفسها هيتغير، فانا لازم ابقى عارف الباندويتس قد ايه، وبعرف الايرور اللي هيعملوه لي قد ايه. وببقى متوقع، عاده الناس بتبقى متوقعه السيجنال اللي بتقيسها دي الفريكوانس بتاعتها كام، بناء على كده تشوف الاوسيلوسكوب اللي بتستخدمه ده مناسب ولا لا. تمام كده؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب عظيم جدا. يبقى دي اول حاجه، يبقى دايما احنا نتعامل مع اجهزه المعمل نتعامل معاها على انها برضو عباره عن سيركتس، يعني مش حاجه كده ايديال بتقيس لي الحاجه بتاعتي او بتطلع لي السيجنال وخلاص، لا هي نفسها من جوه ما هي الا الكترونيك سيركتس برضو. واي الكترونيك سيركت في الدنيا لازم ابقى عارف ايه الليميتيشنز بتاعتها، مفيش حاجه ايديال. اي سيركت في الدنيا لازم ليها ليميتيشنز، يبقى انا في المعمل ابقى عارف ايه الليميتيشنز بتاعت الحاجات اللي انا بستخدمها، هل هي مناسبه للابلكيشن بتاعتي ولا لا. وبمنتهى البساطه كده كل ما انا عايز حاجات ليها باندويتس اعلى هتبقى اغلى بمنتهى البساطه. طيب الحاجه الثانيه برضو المهمه في الاوسيلوسكوب، احنا قلنا هو عباره في الاخر عن دايره. طب احنا عارفين اي دايره ليها input impedance. تمام، طب الـ input impedance دي لو انا حطيتها او لو انا جيت اقيس بيها دايرة تانية، مثلا تغير عندي انا هو signal اهي والsignal دي متوصلة على load بتاعي والsignal دي ليها output resistance مثلا ZS1 والload بتاعي ZS2 وانا عايز اقيس شكل السيجنال دي عند التست بوينت تي بي دي، فجيت عشان اتفرج على السيجنال عند التي بي او التست بوينت دي وصلت الاوسيلوسكوب بتاعي. احنا عارفين الاوسيلوسكوب بيبقى ليه كمان بروب، فوصلت البروب والاوسيلوسكوب بتاعي على التي بي. طيب احنا لسه قايلين البروب والاوسيلوسكوب هم عباره عن الكترونيك سيركتس، يبقى هم كمان ليهم امبيدنس. طب ما الامبيدنس دي هتبقى in parallel مع ZS1 ويأثروا لي على التوتال امبيدنس اللي أنا شايفها. تمام، يبقى أنا كده أثرت على السيجنال اللي أنا عايز أتفرج عليها، يبقى أنا بشايف برضو السيجنال الصح. تمام، بمنتهى البساطة أنا كده حطيت امبيدنس in parallel مع امبيدنس تاني، فأكيد أثر لي على التوتال امبيدنس. فدايما بنحاول إن أنا عشان أخلي التأثير ده قليل إن يكون الامبيدنس بتاعت الأوسيلوسكوب بتاعتي أكبر بكتير من الامبيدنس بتاعت اللود، بحيث إن التوتال بارل امبيدنس ما تتأثرش، تكون هي في الآخر إيكويفالنت للامبيدنس بتاعت اللود. تمام، يبقى انا بحاول دايما عشان اقلل الايفكت دون اخلي الامبيدنس بتاعه الاوسيلوسكوب اكبر بكتير من الامبيدنس بتاعه اللود.
عشان التوتال امبيدنس بتاعتي ما تتأثرش تبقى قريبة جدا من الامبيدنس بتاعت اللود. فعشان كده الامبيدنس برضو بتاعت الاسيلوسكوب دي ثابتة، ما اقدرش اتحكم فيها. انا بشتري الاسيلوسكوب بانبوت امبيدنس زي ما هنشوف شويه كمان شويه، غالبا بتبقى 1 ميجا اوم. يبقى انا عندي الدايره بتاعتي احاول اقيس في التست بوينتس بتاعتي تكون الامبيدنس بتاعتها اقل بكتير من 1 ميجا اوم. عشان كده في بعض الدوائر النقطه اللي بقيس عندها مهمه. هنشوف الكلام ده بقى قدام شويه في الكورس بتاعنا. في بعض السيركتس مثلا زي الدايره اللي على الشمال دي هنسميها كومن سورس امبليفاير، الانبوت بتاعي بيخش على الجيت بتاع الموسفيت والاوتبوت باخده من على الدرين. في الحاله دي الاوتبوت امبيدنس بتاعتي بتبقى عاليه. هنشوف بقى الكلام ده بالتفصيل خلال الكورس ان شاء الله. في بعض الدوائر الثانيه بدخل الانبوت على الجيت بس باخد الاوتبوت من السورس بتاع الترانزستور. في الحالة دي الاوتبوت امبيدنس بتبقى قليلة. دايما ان جنرال كده لما اخد الامبيدنس من على الدرين بتكون التست بوينت على الدرين بيكون الامبيدنس عالية، اما اخد التست بوينت على السورس بيكون الامبيدنس قليلة. فدايما بحاول اختار اتفرج على السيجنال في البوينتس اللي فيها امبيدنس قليلة. تمام؟ الإكويشنز والكلام ده دلوقتي اللي تحت دول يعني هناخدهم بالتفصيل بعد كده في المحاضرات لما نيجي نتكلم على السيركتس دي إن شاء الله. طيب إيه تاني؟ لو أنا عندي زي ما اتفقنا برضو عايز أتفرج على السيجنال، تخيل إن التست بوينت دي كانت هي التست بوينت كانت بتاعة RC فلتر أو لو باس فلتر زي ما احنا شايفين كده. احنا عارفين الـ R والـ C دول لو باس فلتر. برضو لو باس فلتر دون الإكويشن اللي فوق دي بتبقى applied إن T rise بتساوي 0.35 على أعلى frequency، أو لو كان لو باس فلتر تبقى على الباندويث بتاعي، ولو ده لو باس فلتر ال F cutoff بتاعته بتبقى 1 على 2 باي آر سي. لو عوضنا عن 2 باي آر سي دي بيطلع لي إن rise time هيساوي 2.2 آر سي. يعني إيه؟ يعني لو دخلت ايديا سكوير ويف على الار والسي دول هيطلع لي الرايز تايم بتاعي 2.2 ار سي نانو سكند. تمام، في الحاله بتاعتنا هي هتطلع 2.2 نانو سكند لان الار والسي بواحد حاصل ضربه. ففي الاخر هيطلع لي لو الدايره بتاعتي دي لو دخلت عليه ايديا سكوير ويف هيطلع لي الاوتبوت بتاعي رايز تايم ما بين 20 و 90% التايم ده 2.2 نانو سكند. طيب لو جيت وصلت الاسيلوسكوب، الاسيلوسكوب احنا بنقول له انبوت امبيدنس بايه؟ هنا مثلا انا عامل اسامبشن انها 10 ميجا وليه كاباستنس كمان 11 بيكو، دول هيبقوا ان بارلل مع السيجنال سورس الدايره بتاعتي، فهيأثر لي على الرايز تايم. هلاقي لي رايز تايم عندي طالع لي 3.4 نانو سكند. ده نتيجة الأسيلوسكوب مش بس لي input resistance ده كمان لي input capacitance. تمام؟ يبقى مش بس لي input resistance ده كمان لي input capacitance. تمام؟ هلاقي إن أنا أصلاً كنت عايز أقيس 2.2 نانو سكند، طلع لي 3.4 نانو سكند. يبقى أكيد أنا مش بقيس كده rise time مظبوط بالأسيلوسكوب بتاعي. طيب امال بنعمل ايه عشان نعمل حاجات زي كده، عشان نقيس حاجات زي كده؟ ده البروب بتاع الاسيلوسكوب، قلنا ان جنرال بتكون الانبوت امبيدنس تقريبا بواحد ميجا، والبروب ده بيكون عباره عن شيلدد كيبل الكاباسيتنس بتاعته مثلا 75 بيكو، واللي تحت الايكوفالنت سيركت بتاعتي دي الايكوفالنت سيركت بتاعت ايه، ادي الاسيلوسكوب بالانبوت كاباسيتنس والريزيستنس، وده البروب بالايكوفالنت برضه ريزيستنس والكاباسيتنس، ودي السورس اللي انا عايز اقيسه. طيب الواحد ميجا دي مش كبيره قوي،
عايزين نكبرها، عايزين نكبر لو ممكن نكبرها كمان عشان نقيس sources أو يعني signals يكون الإمبيدنس بتاعتها عالية. فعملنا إيه؟ البروب نفسه جينا حطينا فيه ريزيستنس 9 ميجا، أو بمعنى تاني زي الدائرة اللي فوق دي. البروب هو الار والسي البارالل، والسكوب والاسولسكوب هو الار والسي برضو البارالل اللي هما ار 2 وسي 2. يبقى كان الاسولسكوب الامبيدنس بتاعته ار 2 وسي 2، والبروب اللي انا بقيس بيه الامبيدنس بتاعته ار 1 وسي 1. انا عارف ان ار 2 دي بواحد ميجا، وده في معظم الاسولسكوبس اللي في الدنيا الامبيدنس بواحد ميجا، الانبوت امبيدنس بتاعته بواحد ميجا. لو انا حطيت سيريس ريزيستنس في البروب 9 ميجا، فبقت التوتال انبوت امبيدنس عندي كام؟ بقت 10 ميجا. يبقى انا كده قدرت اعلي الانبوت امبيدنس عند التست بوينت اللي هي عند الايه، عند البروب. بس في مقابل كده انا خسرت ايه؟ لو حد يقدر يقول لي انا خسرت ايه لما حطيت 9 ميجا في البروب؟ لايس تايم اللي يعني في حاجه تانية خسرت جزء كبير من الكرنت مثلا. ازاي بقى؟ ازاي خسرت جزء كبير من الكرنت؟ الكرنت اللي داخل هيبقى ماشي كده، ماشي في البروب وبعد كده في الاوسيلوسكوب. انا كده كسبت حاجه ان انا خليت الانبوت امبيدنس اللي من اول البروب ب 10 ميجا بدل 1 ميجا، بس خسرت ايه؟ ها حد تاني؟ باندويدز مثلا. لا باور مثلا. لا لا، هو مش الموضوع، مش تخمين، الموضوع قدامي دايره. ايه اللي حصل لما حطيت ريزيستنس سيريس كده؟ فين السيجنال اللي انا فين الدائره اللي بتقيس اصلا؟ الدائره اللي بتقيس هي الاوسيلوسكوب. البروب ده ما هو الا توصيله ما بين الدائره بتاعتي والاوسيلوسكوب. فالسيجنال اللي الاوسيلوسكوب بيقيسها هي السيجنال اللي مكتوب عليها سكوب انبوت دي. دي السيجنال اللي الاوسيلوسكوب بيقيسها. السيجنال اللي انا عايز اقيسها هي اللي عند السورس دي. فبقى في بوتنشال ديفايدر ما بين السكوب انبوت والسيجنال بتاعتي. البوتنشال ديفايدر دون لو انا بصيت بس للريزيستنس هيبقى البوتنشال ديفايدر ده بكام؟ 1 على 1 زائد 9. فاكن كده البوتنشال ديفايدر دون 1 على 10، يعني السيجنال اللي عند السكوب انبوت دي 1 على 10 السيجنال اللي داخل اللي عند الانبوت بتاع البروب. يبقى انا اكني عملت اتينيويشن للسيجنال بمقدار 1 على 10، او بنسميها زي مكتوب كده في اول سطر 10x attenuation using a resistance divider. يبقى انا كسبت ان انا عليت الانبوت امبيدنس، بس خسرت ان انا عملت اتينيويشن للسيجنال اللي داخل الاوسيلوسكوب 10 مرات. تمام، ف مش مشكله ان انا عملت اتينيويشن 10 مرات بس ابقى عارف بكام بالظبط. فانا هنا انا متاكد ان هو 10 مرات، اقدر اعوضه بعد كده بشويه امبليفيكيشن جوه الاوسيلوسكوب طالما انا متاكد ان هو 10 مرات بالظبط. تمام، طيب ده الريزيستنس. طب ايه بقى الكاباسيتورز اللي محطوطه ان بارلل دي؟ ما دي زي ما كان زميلكم بيقول شويه هي هتاثر لي برضو في الرايز تايم، وزي ما قلنا لسه لو وصلتها على لو باس فلتر هتبقى ان بارلل مع الكاباسيتنس بتاعه اللو باس فلتر، وزي ما كان زميلكم بيقول دلوقتي ما هي هتاثر لي على الرايز تايم. طيب فبنعمل حاجه ظريفه جدا. يبقى احنا لو تخيلت ان انا بقيس very low frequency فالكاباسيتورز دي بتبقى open circuit، و
والبوتنشال ديفايدر بتاعي هيبقى ار 2 على ار 1 زائد ار 2. لو ار 2 بواحد ميجا وار 1 بتسعة ميجا يبقى الريشيو ده هيكون بواحد على 10. يبقى انا متاكد ان في اتينويشن بواحد على 10. طيب تخيلوا كده at very high frequency ايه اللي بيحصل؟ at very high frequency بتكون الامبيدنس بتاعت الكاباسيتورز دول واحد على اوميجا سي. فلو الاوميجا كبيره قوي يبقى واحد على اوميجا سي صغيره قوي. يبقى حالي ان الكاباسيتورز اللي هي ان بارالل مع الريزيستنس دي الامبيدنس بتاعتها بقت اقل بكتير من الريزيستورز. ففي الفيري هاي فريكونسي اقدر اهمل الريزيستورز ار 1 وار 2 وهيبقى عندي بقى كاباستور ديفايدر مش ريزيستنس ديفايدر. يبقى at very high frequency بقى عندي capacitance divider والديفايدر دون C1 على C1 زائد C2. يبقى at very low frequency بقدر أهمل الكاباستنس يبقى عندي resistor divider. at very high frequency بقدر أهمل الريزيستنس هيبقى عندي capacitance divider. تمام؟ طيب طب في النص بقى ولا very low ولا very high؟ فالموضوع ظريف جدا. الأحسن نحن نشوفه كده بسيميليشن ريزلت. دي سيميليشن زي أنا كنت عملتها أهو مثلا at very low frequency ده دول تلات إيه دوائر مختلفين. تلات دوائر مختلفين. أول دايرة هما كلهم فيهم الار 1 بتسعة ميجا، الار 2 بواحد ميجا، السي 1 بواحد بيكو فراد، وعمال أغير في سي 2. فأول سيميليشن دي السي 2 كانت بسبعة بيكو. فلو جينا أدي إيه دي التغير مع الفريكونسي. فالفيري لو فريكونسي ده كاباستور ديفايد ده ريزيستنس ديفايدر أصل لأن الكاباستور هنا أوبن سيركت. at very high frequency ده كاباستور ديفايدر لأن الريزيستنس بقت أكنها أوبن سيركت. وفي النص بيحصل ترانزيشن ما بين الاثنين. فلو كان الكاباستور ديفايدر أكبر من الريزيستور ديفايدر بيطلع الترانزيشن اللي فوق كده. الدائرة الثانية أنا جيت رحت مخلي سي 2 11 بيكو فبقى الكاباستور ديفايدر أقل من الريزيستور ديفايدر فبقى الترانزيشن لتحت. طب إيه اللي يحصل بقى لو خريت الكاباستور ديفايدر يساوي الريزيستور ديفايدر؟ هلاقي إن مفيش تغير مع الفريكونسي. ودي دي بقى دي أجمل حاجة. يعني مفيش تغير مع الفريكونسي معنى كده إن الدائرة بتاعتك دي ملهاش باندوث. ملهاش باندوث يعني ايه ملهاش باندوث؟ يعني بتعدي لك اي فريكونسي انت عايزها. زي ما احنا شايفين كده الخط اللي تحت ده اول قدرت اظبط ان الريزيستور ديفايدر هو نفسه الكاباستور ديفايدر فبقى الريسبونس بتاعي فلات كده. لو انا جيت سويت الريزيستور ديفايدر بالكاباستور ديفايدر هلاقي الكونديشن بتاعي ان ار 1 سي 1 تساوي ار 2 سي 2. يعني ايه؟ لو رجعنا كده للسلايد اللي فاتت دي لو جيت سويت ار 2 على ار 1 زائد ار 2 ب سي 1 على سي 1 زائد سي 2 وعملت كده شويه ايكويشن مانيبيليشن هيطلع لي ان الكونديشن بتاعي ار 1 سي 1 يساوي ار 2 سي 2. يعني حصل ضرب الار والسي دول يساوي حصل ضرب الار والسي دول. لو الكونديشن ده اتحقق الدائرة دي مش هتأثر لك على الباندويتس بتاعك. طبعا لسه ورانا لسه الأسيلوسكوب. الأسيلوسكوب بقى في الحال دي هو اللي هيأثر. بس الإمبيدنس بتاعت الدائرة اللي قدامي دي مش هتأثر لك على السيجنال اللي انت عايز تقيسها. الإمبيدنس بتاعت الدائرة اللي قدامنا دي مش هتأثر لي على الدائرة. الاسكوب بس هو اللي هيأثر بقى اللي هو الدايره بتاعت الاسكوب نفسها اللي لسه ورانا بعد كده اللي هي هتقيس بقى.
لكن على الاقل الانبوت امبيدنس بتاع التلسكوب والبروب مش هيأثروا لي على الدايره بتاعتي او على السيجنال اللي انا عايز اقيسه. فده كونديشن بسيط جدا ان انا هقعد اغير في السي 2 دي لغايه لما اظبط الايه الار 1 سي 1 تساوي ار 2 سي 2. في الحاله دي انا قدرت ان انا اشيل الفريكوانسي ديبندنس بتاع الدايره دي خالص. ودي دايره بسيطه جدا ان احنا نعملها سيميليشن. فدي مثلا سكوير ويفز انا كنت مدخلها على الدايره دي في حاله ان انا ار 1 سي 1 اكبر من ار 2 سي 2، في حاله ار 1 سي 1 اقل من ار 2 سي 2. بصوا في حاله ار 1 سي 1 تساوي ار 2 سي 2 طلعت لي السكوير ويف ما فيهاش اي ديستورشن. تمام. طيب يبقى الكلام ده لو نفتكر احنا اصلا بنعمله ليه الكلام ده، الكلام ده احنا بنعمله علشان الانبوت امبيدنس بتاعه الاوسيلوسكوب بواحد ميجا وانا عايز اقيس امبيدنس قريبه من الواحد ميجا دي. تمام. فقلنا الواحد ميجا دي هتاثر على الواحد ميجا اللي انا عايز اقيسها فعايز ازود الامبيدنس بتاعه الاوسيلوسكوب. فعملنا ايه؟ حطينا 9 ميجا ان سيريز. لما حطينا 9 ميجا ان سيريز لسه في الكاباسيتورز دي لازم اظبطها بالريشيو دون عشان ما تعمليش الايفكت بتاع اللود. يبقى دايما الكونديشن اللي عايز اوصل له ار1 سي1 تساوي ار2 سي2. ازاي بعمل الكلام ده في المعمل؟ ازاي بنعمل الكلام ده في المعمل؟ زي ما انتم شايفين كده ادي البرو واصل بيه الاوسيلوسكوب. ادي البرو واصل بيه الاوسيلوسكوب. يبقى في تيست بوينت كده في الاوسيلوسكوب نفسه. يبقى في تيست بوينت في الاوسيلوسكوب نفسه بتطلع لي سكوير ويف. بتطلع لي سكوير ويف. فأقوم جاي موصل البروب بالتست بوينت دي اللي موجودة في الاوسيلوسكوب نفسه. فأنا كده متأكد إن في سكوير مفروض أقيسها. البروب نفسه بقى بيكون فيه زي إيه مسمار كده. المسمار ده ما هو إلا زي بوتنشال زي إيه حاجة بتغير قيمة الكاباسيتنس. وبعد مفك كده أغير الإيه المسمار ده أغير قيمة الكاباسيتنس لغاية لما أحقق الكونديشن ده. عارف إزاي إن حققت الكونديشن دون؟ هتطلع لي السكوير ويف على الأوسيلوسكوب من غير أي ديستورشن. يا بالظبط هشوف على الأوسيلوسكوب التلاتة سكوير ويفز اللي على الشمال دول. يا إما سكوير ويف بالشكل اللي فوق ده يا إما سكوير ويف بالشكل اللي تحت ده. كل ده أنا قاعد ألعب في الإيه في الفاليو بتاعة الكاباسيتور. اول ما الاقي الفاليو بتاعت الكاباستور طلعت سكوير ويف كده ايديال اعرف على طول ان انا ظبطت الكونديشن. يبقى دي برضو من الحاجات اللي موجوده عندنا في الاوسيلوسكوب بعملها عشان اظبط الريشيو بتاعه الايه او الكونديشن بتاعه البروب ده. الكلام ده احنا بنستخدمه بس امتى؟ لو عايز اخلي الامبيدنس بتاعتي عاليه. لو عايز اخلي الامبيدنس بتاعتي قليله مفيش بقى داعي ان انا احط اصلا الايه التسعة ميجا دي. تمام. مفيش بقى داعي ان انا اعمل كل الايه الكومبنسيشن دي كلها. هيبقى عندي بس الامبيدنس بتاعتي 1 ميجا وخلاص. انا متاكد الامبيدنس بتاعتي 1 ميجا. بيبقى دايما في البروب نفسه بيبقى فيه زرار كده، هل انت عايز تعمل 10x attenuation ولا مش عايز تعمل 10x attenuation؟ امتى بعمل 10x attenuation؟ لو عايز ازود الانبوت امبيدنس. لو مش عايز خلاص هعمل 1x attenuation في الحاله دي، او يعني ايه مفيش attenuation بقى اصلا وتبقى السيجنال معديه زي ما هي. ها في حد عنده سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي؟ ايوه علي.
يعني احنا كل ده اللي هو ار واحد وار اتنين سي واحد وسي اتنين، كل ده في الاسلاك، كل ده احنا لسه ما قلناش جوه الاسلسكوب المربع دوت ايه اللي بيحصل جوه، صح كده؟ لا، اللي جوه الاسلسكوب هو ار اتنين وسي اتنين. اللي جوه الاسلسكوب ار اتنين وسي اتنين، الاسلاك فيها ار واحد وسي واحد. ايوه ايوه تمام. طب ثانيه، طب ليه حضرتك قلت لما بنظبط سي 1 وسي 2 وار 1 وار 2 ان هما نعمل ان هما بيساووا بعض، يعني الفولتج ديفايد الريزيستنس ديفايدر والكاباسيتنس ديفايدر، اللي كده الدايره مش هيبقى ليها باندويث او هتبقى فلات وتقبل اي فريكوينسي؟ دي الدايره بس بتاعه الايه، الانبوت امبيدنس بس. لسه بقى في الكترونيك سيركتس بعد كده اللي هي بقى بتعمل عمليه الميجرمنت نفسها، هي دي اللي ليها باندويث بقى. تمام دي بس الانبوت امبيدنس بس. بعد كده بقى في ترانزستورز وفي حاجات تانية هي اللي بتعمل لك عملية القياس، دي بقى ليها باندويث تاني. تمام. اي سؤال تاني يا جماعة؟ دكتور، ايوه، هو شكل السكوير ويف اللي بتبقى داخله دي بتبقى ديبند على الار والسي، مش كده؟ أني سكوير ويف اللي في السلايد اللي فاتت. تمام، دي سكوير ويف اللي أنا بتفرج عليها بقى على الأسيلوسكوب بتطلع لي بالشكل ده. تمام. لو أنا مش مظبط الـ R والـ C هيطلع فيها ديستورشن كده، لو أنا مظبطها هتطلع لي أيدل سكوير ويف كده. تمام، شكرا لحضرتك. يبقى دي السكوير ويف اللي بتطلع لي على الأسيلوسكوب. تمام. أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب، عظيم جدا. ده بسميه probe compensation، أو لا، العملية دي بسميها probe compensation. بستخدمها لو أنا عايز أتفرج على دايرة ليها impedance عالية، أضطر أزود الـ input impedance بتاعتي، إن أنا أحط 9 ميجا دي. بس في المقابل كده لازم اعمل البروب كومبنسيشن ده عشان ما يبقاش عندي ديستورشن. اخر حاجه في الجزء بتاع البروب ده الجراوند. البروب ده بيبقى فيها كده حته سلكه لازم اوصلها بالجراوند بتاع الدايره. ما ينفعش تعمل اي قياس في الدنيا من غير ما تكون موصل الجراوند. ليه؟ لان هو ده الريفرنس اللي انت بتقيس السيجنال بالنسبه له. فالسيجنال اللي طالعه لك دي مش هتطلع لك مظبوطه الا لما يكون انت بتقيسها، يعني الفاليو بتاعنا في دايما الفولتج لازم بين تو نودز. تمام. فالنود الثانيه ده هي الجراوند بتاعك، ده الريفرنس بوينت بتاعتك، فلازم توصل الجراوند. فالمشكله لو انت عندك الفريكونسي بتاعتك عاليه والسلكه واحنا عارفين برضو اي سلكه بيكون ليها اندكتنس، والسلكه دي طويله بتاعت الجراوند شويه، هيبقى عندك اندكتنس ان سيريس معاه، هيبقى عندك ادي الايه البروب بتاعك او الاسيلوسكوب بتاعك، هيبقى البروب الجراوند كده في اندكتنس زي ال جي اللي تحت دي. الاندكتنس دي مع الكاباسيتنس بتاعت الايه الاسيلوسكوب ممكن تعمل لك ال سي رينجينج بنسميها، تعمل لك رينجينج بالشكل ده. فلما اجي اتفرج على اي، وده بيحصل دايما لما يكون الاندكتنس دي عالي، فلو لقيت اي حاجه بالشكل ده قدامي على طول اعرف ان الاندكتنس بتاعتي عالي. ولو عايز ان انا اقلل في بعض الحاجات الاحيان بقى بيكون انا بقيس فريكوينسي اصلا عاليه جدا، فالاندكتنس دي اصلا او الرينج دون بيبوظ لي شكل السيجنال اللي بتفرج عليه. لو انا بقيس فريكوينسي قريبه من الرينجينج فريكوينسي دي، ففي الحاله دي بحتاج اصغر الاندكتنس. عشان كده في بعض الاحيان في الابلكيشنز بقى بتاعت الهاي فريكوينسي مش هتتعرضوا ليها، يعني في المعمل بيحاولوا ان هم يقللوا الاندكتنس دي بحيث ان هم يعملوا بدل ما يكون عندي سلك طويل كده واصل بالجراوند
بيحطوا جراوند جنب السيجنال بتاعتي بحيث الاندكتنس هنا تكون مينيمم يعني. بس ده فور انفورميشن مش هتعرضوا ليها للمعمل يعني. بس اول حاجه لازم نتاكد ان الجراوند واصل. تاني حاجه لو انا بقيس هاي فريكوانسي لازم اتاكد ان السلكه بتاعت الجراوند دي صغيره جدا او قصيره يعني معايا. ده شكل الكنترولز بتاعت الاسيلوسكوب اللي عندنا في المعمل. لازم نتعرف كويس جدا او نبقى عارفين كويس جدا الزراير بتاعت الاسيلوسكوب. تمام، لازم نبقى عارفين كويس جدا الزراير. وده الاسيلوسكوب اللي عندنا في المعمل بالظبط. شايفين مكتوب هنا ايه عند النقطة دي؟ probe compensation output. يعني ايه probe compensation output؟ ده دي النقطة اللي حتى بتطلع لك السكوير ويف اللي انت بتظبط بيها البروب، زي ما كنا لسه قايلين شوية في السلايد اللي فات. دي البروب كومبنسيشن اوت. بعد كده بيبقى عندي بقى فيرتي يعني تو نوبس كده بتكبر لك، بتعمل امبليفيكيشن واتينيويشن للسيجنال بتاعتك في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال، في التايم وفي الفولت. تمام، فيا ريت الحاجات دي كلها بقى ايه نلعب بيها كويس كده في المعمل ونتاكد من الزراير دي. احنا حاطين برضو الايه على الويب سايت بتاع الكورس بتاعنا، حاطين لكم المانيوال بتاع الاسيلوسكوب بكل بقى الزراير بتاعته وبتعمل ايه بالظبط، وحاطين لكم كمان فيديو. الفيديو ده انا عامله باشمهندس كريم اللي هو المعيد بتاع الماده، علشان برضو يشرح لكم الزراير بتاعت الاسيلوسكوب اكتر حاجة هتستخدمه. محتاجين نتفرج كويس او نشوف الحاجات دي كده، نتفرج على الفيديو. ولو حد له عايز يعرف اكتر عن الاسيلوسكوب تمام، ممكن يفتح المانيول بتاع الاسيلوسكوب ويشوف اي حاجة هو عايز. انتوا كفروض كمهندسين بقى خلاص هتخرجوا كمان سنتين، المانيولز والحاجات دي لازم نعرف نشوفها ونعرف نقراها ونعرف نفهمها. إن شاء الله ما تتخرج كده ويجي لك أي جهاز هتستخدمه في المعمل هتبقى أنت والمانيول وخلاص، يعني مش حد هيساعدك. فلازم كده نجرب نفتح المانيول نعرف نقراه، نعرف إيه كل زرار من دول بيعمل إيه. دي كلها حاجات محتاجين إن إحنا نتدرب عليه. تمام، من الحاجات المهمة برضو في الأسيلوسكوب حاجة اسمها تريجر. هنلاقي برضو كذا زرار كده على اليمين دول خاصين بالتريجر فانكشن. التريجر ده ايه؟ انت ما تيجي ترسم سيجنال على الأسيلوسكوب بتبتدي من نقطة معينة، فالتريجر ده هو اللي بيحدد بداية النقطة. بحس انت لو عايز ترسم ساين ويف مثلا زي اللي قدامنا دي، فانت لو عايز ترسم جزء من الساين ويف فلازم كل مرة تبتدي ترسم على الأسيلوسكوب من نفس النقطة علشان تلاقي الصورة اللي قدامك على الأسيلوسكوب ثابتة. ولا لو كل مرة ابتديت من نقطة مختلفة هتلاقي الصورة اللي قدامك بتتحرك، لأنها كل مرة هترسم لك شكل مختلف. فالتريجر ده هو المسؤول إنه ما يظبط بداية النقطة اللي بترسمها على الأسيلوسكوب. في كذا مود بقى للتريجر دون، يعني مش هنخش قوي في التفاصيل دي، ممكن زي ما اتفقنا هنشوفها في الفيديو او هنشوفها في المانيوال. بس اهم حاجه احنا بنخليه اوتو. اوتو ده بيرسم على طول، بس بتلاقي الايه لو تريجر مش مظبوط هتلاقي الايه السيجنال قدامك عماله تجري. ليه مش ثابته؟ ليه مش ثابته؟ ان كل مره بيرسم من تريجر بوينت مختلفه، فهتلاقي كل مره بيرسم شكل ساين مختلف، هتلاقي كأن السيجنال عماله تجري قدامك على الاسيلوسكوب. لو التريجر ده اتظبط هتلاقي السيجنال ثبتت عندك على الاسيلوسكوب. فالتريجر ده ليه فاليو بتحرك الليفل، يعني فيها هتلاقي حاجه اسمها ليفل ده بيحدد لك الفولت اللي بتبتدي عنده تريجر. يعني كده ايه اكنه الفولت اللي بتدي ارسم من عنده. بس انت لو عارف ساينسويدر يبقى عند نفس النقطه ممكن تبقى سيجنال طالعه او نازله، فهتلاقي برضو زرار تاني مكتوب عليه السلوب بحيث تاخد البوزيتيف سلوب ولا نيجاتيف سلوب، يعني تبتدي ترسم من السيجنال اللي طالعه ولا السيجنال اللي نازله. دي كلها حاجات
محتاجين ان احنا نلعب بيها كده في المعمل عندنا ونجربها بايدينا ونتاكد ان احنا فاهمينها كويس. مفيش مهندس الكترونيكس ما بيعرفش يستخدم الاوسيلوسكوب كويس، والا مش هيعرف اصلا يقيس الدوائر اللي هو بيعملها، مش عارف يكاركترايز الدوائر اللي هو بيعملها. فاستخدام الاوسيلوسكوب ده من اهم الحاجات او من اهم الكومبيتنسيز او من اهم الحاجات اللي لازم اي مهندس الكترونيكس يبقى فاهمها ويعرف يستخدمها كويس جدا. وكل ما يفهمها اكتر يقدر يفهم الدوائر اكتر اللي هو بيقيسها. يعني ممكن تكون الدائره اللي قدامك شغاله كويس وانت مش عارف تثبت انها شغاله كويس، او انها بايظه ومش عارف تثبت انها بايظه لانك مش عارف تستخدم الاوسيلوسكوب صح. طيب هناخد كده ريست زي ما بنعمل زي ما عملنا قبل كده 5 دقائق. هناخد ريست 5 دقائق ونكمل الجزئين اللي فاضلين في عندنا في المحاضره. في اي حد عنده سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي؟ دكتور سؤال صغير بس، هي البروب كومبنسيشن او البوديه اللي هي بحط فيها البروب وبقيس السكوير ويف الاصليه، ولا ده اللي بحط فيها المفك وبظبط بيها؟ لا دي البروب كومبنسيشن دي هي اللي بتطلع لك السكوير ويف. فانت بتاخد البروب زي كده الرسمه اللي فاتت دي، بتاخد البروب توصله، بتخلي ال السنه بتاعت البروب عند النقطه دي، تمام؟ اكن ده الانبوت سيجنال بتاعتك. يعني البروب بقى نفسه في الحته اللي هي البلاستيكا المعدن، البلاستيكا والمعدن اللي فيه ده اللي انت بتمسكه منه، هو ده اللي بيبقى فيه الحته بتاعت المسمار دي، تمام؟ اللي انت بتغير فيها قيمه الكاباسيتور ده جوه البروب نفسه. لكن النقطة اللي اسمها تيست بوينت بتاعت البروب كومبنسيشن دي بتطلع لك سكوير ويف. دي اكنه جنريتور كده بيطلع لك سكوير ويف. وانت تبقى عايز تقيس على الاوسيلوسكوب. مفهومة كده؟ طيب عظيم جدا. أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب هناخد برضو 5 دقايق كده لغاية 9:05 ونرجع نكمل المحاضرة إن شاء الله.
طيب يا جماعة، السلام عليكم، نكمل المحاضرة. طيب الجزء الثاني إن شاء الله هنتكلم على الديجيتال أوسيلوسكوب اللي هو زي اللي عندنا في المعمل يعني إن شاء الله. إيه بقى حكاية الديجيتال أوسيلوسكوب دون؟ لو فاكرين كده من المحاضرة اللي فاتت إحنا قلنا إن كل حاجة دلوقتي كل الإلكترونيك سيستمز بتقلب ديجيتال، ومن ضمنها الأوسيلوسكوب. زمان كان هو أنالوج أوسيلوسكوب، دلوقتي بقى ديجيتال أوسيلوسكوب، وبقى فيه مميزات كتيرة جدا إن هو قلب ديجيتال. فالبلوك دايجرام بتاع الأوسيلوسكوب دلوقتي بقى زي ما إحنا شايفين كده، بقى أدي الإنبوت بتاعي، ده الأتينويتر وأمبليفاير كده اللي بيتحكموا في السيجنال اللي داخله، ده دايره اللي هي بتطلع لي التريجر. وبعد كده اول حاجه بخش عليها بقى يعني من اول الدوائر اللي بخش عليها بعد كده جوه الاوسيلوسكوب ADC. ADC ده معناه انالوج تو ديجيتال كونفرتر، يعني بيحول لي السيجنال اللي انا عايز اقيسها دي من انها انالوج سيجنال لديجيتال. تمام، فبقت زي بالظبط اي سيستم احنا اتكلمنا عليه المره في المحاضره اللي فاتت، قلنا ان كل السيستمز دلوقتي بتاخد السيجنال تحولها لديجيتال وبعد كده تعمل بقى فيها اللي هي عايزاه. فاحنا لو جينا السيجنال اللي انا عايز اقيسها دي حولتها ديجيتال، حاضر بعد كده اخزنها على ميموري، اخدها على USB ستيك، اعمل لها بقى بروسيسنج. البروسيسنج ده ممكن مثلا يكون ان انا اعمل لها فورير ترانسفورم، اتفرج عليها في فريكوينسي دومين، ممكن بقى اجمعها على سيجنال تانية، ممكن يعني اعمل بقى فيها اللي انا عايزه. طالما حولتها ديجيتال السيجنال بروسيسنج ده بيبقى سهل جدا، وبعد كده بطلعها على الشاشه اللي انا اتفرج عليها. فزي ما قلنا ان معظم السيستم دلوقتي بتقلب ديجيتال، ومن ضمنها الاوسيلوسكوب. الاوسيلوسكوب ده في الاخر الكترونيك سيستم، من الافضل ان يكون ديجيتال سيستم. فباخد الانالوج سيجنال دي اول حاجه اعملها احولها ديجيتال، اقدر اعمل بقى فيها اللي انا عايزه بعد كده واعرضها على الايه، على الشاشه. ازاي بحولها ديجيتال؟ بعمل لها سامبلينج. يعني الديجيتال احنا عارفين دي ديسكريت فاليوز، تمام، فمش كونتينوس. فعشان تبقى ديسكريت لازم اعمل سامبلينج، لازم اخد سامبلز، تمام، عينات كده من السيجنال، وكل نقطة يعني أخد نقطة على السيجنال اللي هي النقطة الملونة دي، وكل نقطة أجيب لها الديجيتال إيكوفالنت فاليو بتاعتها وأحطها في الميموري. يعني النقطة مثلا دي الفاليو بتاعتها 14، هحولها ديجيتال ب 1010 مش عارف إيه وأحطها في الميموري بتاعتي، وهكذا بقى كل النقط أحولها ديجيتال وأحطها في الميموري بتاعتي. واللي بيحولها ديجيتال كده هو الانالوج ديجيتال كونفرتر. ففي الاخر النقطه اللي انا شايفها قدامي دي بتبقى عباره عن مجموعه من النقط اللي معمول لها سامبلينج ومتحوله ديجيتال. الفكره بعد كده ان انا لما اجي بعد كده ارسم بقى السيجنال، فانا ما بيبقاش عندي غير النقط دي، فباجي بعد كده ارسمها ممكن تطلع مكسره زي ما احنا شايفين كده. ليه؟ لان انا اوريدي حولت السيجنال بتاعتي لمجموعه من النقط، والنقط دي بعد كده برسمها عندي وبوصل ما بينها. فالتوصيل دون اللي احنا بنسميه مثلا زي انتربوليشن، اسهل نوع من الانتربوليشن ده اللي هو لينير، ان انا اوصل بين النقط بخط مستقيم. ففي قاعده برضو، ودي بقى ده حاجة جديدة برضو للأوسيلوسكوب دلوقتي، السامبل ريت. انت بتعمل سامبلينج بريت قد ايه، يعني بتاخد سامبلز دي بفريكوينسي قد ايه. يعني لو عندك ساينسويدل وعايز تاخد نقطة، تاخد كم نقطة جوه البيريد الواحدة. فالسامبل ريت دون
عشان تقدر تشوف السيجنال من غير ما هي متكسره. يعني مثلا اللي مرسوم قدامنا دي 7 نقط مثلا، او ان السامبل ريت 7 نقط في البيريود، يعني السامبل ريت بتاعك 7 مرات السيجنال فريكوينسي، فهيبقى عندك 7 نقط جوه الساينسويدال او الايه الماكسيمم فريكوينسي اللي عندك. ففي يعني قانون جديد اهو بيقول ان السامبل ريت على الاوسيلوسكوب ده يكون على الاقل 10 مرات الهايست فريكوينسي كومبوننت اللي عندك. يعني مثلا دي ساينسويدال مرسومه ب السامبل ريت 25 مره، فاحنا مش حاسين اصلا بوجود النقط. طبعا في انواع تانيه من الانتربوليشن بتبقى مور سوفيستيكيتد، يعني مور انتليجنت، بحيث ان هي بالشرط ان انا اوصل بالسامبل ريت العالي ده، يعني بتبقى مور انتليجنت انتربوليشنز علشان ما اضطرش ان انا اوصل لعشر مرات السيجنال فريكونسي. طيب من ضمن التكنيكس برضو حاجة تسمى equivalent time sampling. هي المشكلة انت علشان تسامبل محتاج سرعة عالية قوي، ففي يعني حل ظريف قوي. طب ما السينسويدل دي موجودة على طول، انت مش لازم ترسمها كلها مرة واحدة، ممكن تاخد من كل period نقطة بس تكون نقطة مختلفة عن اللي قبلها، فتاخد من كل period نقطة زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده تكون بقى period واحدة بس، يعني تكون من النقط دي كلها sinusoidal واحدة، أو يعني period واحدة تطلع لك على الشاشة. بس في الحالة دي بدل ما انت محتاج sample rate، يعني rate عالي قوي انك تاخد نقط كتيرة جنب بعضها جنب بعضها في one period، لا انت هتاخد كل period هتاخد نقطة، فكده السامبل ريت بتاعك هيكون قليل. هي المشكلة ايه ما يكون السامبل ريت، لو عايز نقط كتيرة كده انت محتاج دواير تقدر تشتغل بالسرعة اللي هي تاخد نقط كتيرة كده، محتاج analog to digital converter سريع قوي. وزي ما اتفقنا من شوية ايه، كل ما الدايرة بتسرق بتبقى اسرع، كل ما ايه تمنها بيعلى، زي ما اتفقنا من 2000 جنيه لمليون جنيه. فانت لو عايز تحط نقط كتيرة هتضطر تدفع فلوس كتيرة. فالناس قالت لا، طيب ايه رأيكم نعمل حاجة شبه كده، دي بنسميها equivalent time sampling، ان انا بدل ما اخد نقط كتيرة في one period انا اخد كل period هاخد نقطة واحدة بس تكون مختلفة عن اللي قبلها، بحيث بعد مثلا 10 periods اكون كونت 10 نقط على الايه على السينسود الاذر ارسم. فده بسميه equivalent time sampling، بيخلي سعر الجهاز رخيص لان الدايره مش محتاج دايره تكون سريعه قوي، وفي نفس الوقت بيعمل لك sampling، بيحط لك نقط كتيره في جوه الايه، يعني زي ما اتفقنا جوه البيريد الواحده كل ما تزود النقط كل ما هتطلع الايه الشكل الويف فورم قدامك احسن او فيها تفاصيل اكتر. انت ليه بتكتر عدد النقط؟ عشان تتفرج على تفاصيل اكتر جوه الايه السيجنال بتاعك. فكل ما ما تعلي السامبلينج ريت كل ما يكون احسن، بس هتدفع اكتر. عشان كده بنلجا ليه او بعض الاجهزه بتلجا الى الايكوفيرنت تايم سامبلينج دون، بحيث انها ما تاخدش النقط كلها من نفس البيريد، تاخد من كل بيريد نقطه واحده وبعد كده في الاخر ترصهم جنب بعض وترسم لك الويف فورم اللي انت عايزها. طب انا بخسر حاجه؟ طبعا، يعني طبعا ده الفرق بين الريال تايم سامبلينج والايكوفيلنت تايم سامبلينج. الريال تايم سامبلينج بتاخد نقط كتيره في نفس البيريد وترسمها زي ما هي، بعد كده الايه البيريد اللي بعدها تاخد نفس النقط وترسمها تاني وهكذا. فعايز فريكونسي سريعة جدا عشان تاخد النقط دي كلها. الإيكوفيلنت تايم سامبلينج زي ما انتم شايفين كده مرتاح خالص، كل بيريود بياخد نقطة واحدة وفي الآخر يحطهم جنب بعض ويرسم لك في الآخر الأوتبوت واحد،
بتاع الاتنين، بس واحد محتاج دوائر غالية جدا، واحد محتاج دوائر معقولة. طب أنا بخسر حاجة؟ طبعا بخسر، مفيش حاجة ببلاش. Real time sampling طبعا، أو يعني مش محتاج يكون السيجنال تكون periodic، أنت ممكن ترسم سيجنال حتى لو مش periodic، لأن أنت مش معتمد أن نفس السيجنال نفس البيريود بتتكرر زي ما هي كل مرة. لو السيجنال اتغيرت هنا في المنطقة دي أنت مش هتشوفها، ليه؟ لأنها أصلا مش طلع لك إيه على الأوت، مش طلع لك على الأسيلوسكوب، أنت طلع لك النقط بس اللي هي نقطة واحدة كل بيريود. فالريل تايم سامبلينج يعني بالشرط تكون السيجنال ريبيتيتيف. وطبعا لو بتعمل ترابل شوتينج لحاجات دوائر او ويف فورمز معقده هتبقى صعب قوي ان انت تشوفها حاجه على الريل تايم سامبلينج، على قصدي الايكويفالنت تايم سامبلينج، هتبقى محتاج تشوفها على الريل تايم سامبلينج. في انواع انتربوليشن كمان بنسميه ساين اكس اوفر اكس، ده بدل ده حاجة بدل اللينير انتربوليشن، بس برضو بيحتاج دوائر أعقد. فدون السامبلينج يعني محتاج بس يكون السامبلينج بثلاث مرات الهايست فريكوينسي، مش بعشر. تمام؟ يعني ممكن تستخدم التكنيك ده الريل تايم سامبلينج بس تاخد ثلاث نقط بس، والثلاث نقط دول تقدر ترسم شكل الويف فورم. بس ده محتاج برضو دوائر معقدة، يعني ساين اكس اوفر اكس ده دي أصلاً محتاج دائرة معقدة عشان نعملها، غير اللينير انتربوليشن اللي بتوصل نقط ببعضها وخلاص. ميزة الإكويفالنت تايم سامبلينج طبعاً إن أنت بتعمل سامبلينج بدوائر سهلة جداً وأرخص بكتير من الريل تايم سامبلينج. طيب الأسيلوسكوب اللي عندنا في المعمل بقى إيه الكاركترستيكس؟ دلوقتي بقى عندنا تخيل كويس ايه اهم الكاركترستيكس اللي موجوده عندنا في الاسيلوسكوب. اهم حاجه الباندويتس، ومنها بعرف الباندويتس بعرف ايه، بعرف الرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب. هعرفه ازاي؟ زي ما اتفقنا 350 الرايز تايم 350 على الباندويتس، يبقى الباندويتس 350 على الرايز تايم وهكذا. يبقى دي اهم كاركترستيك او اهم سبيسيفيكيشن او سبيك لاي اوسيلوسكوب. اللي عندنا في المعمل الباندوس بتاعته 100 ميجا، الباندوس بتاع الاوسيلوسكوب اللي عندنا في المعمل 100 ميجا. يعني ايه 100 ميجا؟ زي ما اتفقنا قلنا الفريكوانسي اقصى فريكوانسي اعرف اقيسها مفروض هتكون الباندوس على 5 عشان اقدر اشوف سيجنال ما فيهاش اتينويشن، أو زي ما قلنا فيها maximum 2% attenuation أو error. فمعنى كده إن أكبر frequency مفروض نتفرج عليها لا تتعدى 20 ميجا. ده الأسيلوسكوب اللي عندنا في المعمل. بيستخدم linear interpolation، لأن زي ما قلنا في أنواع تانية من interpolation بس محتاجة دوائر معقدة أكتر وأغلى. فاللي عندنا في المعمل ده بيستخدم linear interpolation، هو digital oscilloscope، معنى كده ان فيه sampling، فمعنى كده والظريف ان هو فيه الاثنين، في real time sampling وفي equivalent time sampling، يعني فيه الاثنين. real time sampling rate الفريكوانسي اللي بيسامبل بيها 250 ميجا سامبل بير سكند، 250 ميجا سامبل بير سكند. ولو طبقنا ان القاعده بتقول ان السامبل ريت يكون اكبر 10 مرات من الفريكوانسي اللي انت المفروض تشوفها، فمعنى كده برضو الفريكوانسي اللي انت المفروض تشوفها اعلى فريكوانسي ممكن تشوفها من غير ما تحس بالكسرات بتاعه الانتربوليشن تقريبا 25 ميجا. بعد كده بقى هتحس ان السيجنال مكسره زي السيجنال اللي تحت دي. هنا السيجنال بقى قربت من السامبل، شايفين عدد النقط في البيريد الواحده بقى قليل لو الفريكوانسي عاليه، لو الفريكوانسي قربت بقى من 250 ميجا هتلاقي السيجنال طلعت مكسره كده. طيب هو برضو عنده equivalent sampling rate،
2.5 جيجا سامبل بير سكند. مش معنى كده ان هو بيسامبل ب 2.5 جيجا، لا، زي ما قلنا ده الايكوفالنت سامبلنج ريت، ده الايكوفالنت سامبلنج ريت اللي هو بياخد نقطه كل بيريد. فلو نفس الويف فورم دي اللي طلع لي كده اخترت الاوبشن بتاع الايكوفالنت سامبلنج ريت هتطلع لي حاجه بالشكل ده. بس ليه طلع لي سموث كده؟ عشان هو واخد نقطه من كل بيريد ورسمها لي، فعارف يطلع لي equivalent sampling rate عالي قوي. تمام، بس يعني ما ننساش برضو ان في كده او كده الباندويث بتاعي محكوم ب 100 ميجا، يعني برضو ايه اكتر من باندويث على 5 يعني اكبر من 20 ميجا هبتدي يحصل لي ديستورشن في السي. ليه بقول ديستورشن مش اتينيويشن زي ما كنت بقول؟ حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ ليه بقول ديستورشن مش اتينيويشن؟ ايوه يا ابراهيم. هو انا مش متاكد بس اعتقد عشان ممكن حضرتك قلت ان ممكن يكون في السيجنال فيها كذا فريكوانسي، ممكن في فريكوانسي اصلا ما يطلعش خالص. ف بالظبط كده يا ابراهيم، بالظبط هو ده بالظبط اللي انا قصدي عليه. ليه ديستورشن؟ زي ما قال ابراهيم كده، اي سيجنال في الدنيا ودي هنتكلم عليها اكتر ان شاء الله في المحاضره الجايه بتبقى مكونه من كذا فريكوانسي. فلو فريكوانسي كبرت او صغرت مش بنفس مقدار فريكوانسي ثانيه على طول هلاقي شكل السيجنال بتاعتي اتغير او حصل فيها بقى اللي بسميه ديستورشن. فعشان كده لازم ابقى عارف اكبر فريكوانسي موجود عندي في السيجنال كام، واتاكد ان اكبر فريكوانسي عندي موجوده في السيجنال تكون 20 ميجا، والا هيحصل لي ديستورشن في السيجنال اللي داخل. لو هي ساينسويدال هيحصل لي اتينويشن، بس لو هي بقى سيجنال بجد حقيقيه زي صوت الانسان كده على طول هلاقي فيه ديستورشن، هلاقي الصوت نفسه بقى فيه ديستورشن، لان الصوت نفسه بتاع الانسان او اي انالوج سيجنال بتبقى مكونه من كذا فريكوانسي موجوده في بعض، ولازم كلهم عشان ما احسش ان الصوت اتغير لازم كلهم يبقى ليهم نفس الاتينيويشن او نفس الامبليفيكيشن، والا الصوت او السيجنال هيتغير. تمام، عظيم جدا. اي حد عنده سؤال تاني يا جماعه في السلايد دي؟ طيب الظريف في الاوسيلوسكوب او في المحاضره بتاعت الاوسيلوسكوب دي ان اي حاجه فيها ممكن تشوفها في المعمل. فلما تخشوا ان شاء الله المعمل الاسبوع ده جربوا انتوا، يعني ايه، اقعد جرب اللي انت عايزه واتفرج على الحاجات دي كلها. زي ما اتفقنا الاوسيلوسكوب ده من اهم الاجهزه اللي انت ممكن تتعلمها واللي المفروض ان انت تتعلمها كويس في الكورس ده ان شاء الله. طيب قبل ما نخلص المحاضره ان شاء الله انا بس عايز اشير معاكم برضو حاجه خاصه بالمعمل. تمام، احنا مفروض ان شاء الله هنبتدي المعمل الاسبوع ده، المعمل والسكشن، هنبتدي المعمل والسكشن هما الاثنين يوم الاربعاء. طبعا هيحصل تغيير في الجدول اللي معاكم ده ان شاء الله، لان الجدول اللي معاكم دون كانوا حاطين سكشنين مع بعض في نفس المعمل، ما ينفعش طبعا، فلازم كل سكشن يبقى ليه معمل منفصل. واحنا بنشير المعمل دون مع ماده المايكرويف اللي هي اي سي اي 331. يعني ايه بنشير المعمل ده؟ يعني في السلوت بتاعت المعمل ده اسبوع هتاخد الكترونيكس واسبوع تاني هتاخد مايكرويف. تمام، عشان كده هما الاثنين محطوطين في نفس السلوت، فمعنى كده ان هما الاثنين مع بعض في نفس الوقت.
بس نص السكشن هياخد الكترونكس لاب ونص السكشن التاني هياخد مايكرويف لاب. فهيحصل تعديل في الجدول بحيث ان اول حاجه كل سكشن هيبقى ليه سلوت منفصل. تمام، هنبتدي نطبق الكلام ده من يوم الاربعاء اللي جاي ده ان شاء الله. من يوم الاربعاء الجاي هيبتدي المعامل، وهيبتدي برضو السكاشن بتاعه المادتين دول اللي هي 312 اللي هي الماده بتاعتنا، و 331 اللي هي المايكرويف. تمام، في المعمل لازم كل سكشن يبقى منفصل عن السكشن التاني. ليه؟ عشان المعمل يكون عدد الناس اللي فيه قليل ويكون فيه تباعد اجتماعي معقول، ما ينفعش السكشن كله ياخد برضو نفس المعمل. فعشان كده هنقسم السكشن نصين، نص هياخد الكترونيكس ونص مايكرويف. الاسبوع اللي بعديه يبدله، اللي كان مايكرويف ياخد الكترونيكس واللي كان الكترونيكس هياخد مايكرويف. تمام، فالجدول زي اللي هو متعدل قدامنا ده هينزل ان شاء الله بالاوفيشال ايه تايم تيبل او سكيدول الاسبوع ده ان شاء الله. في اي حد عنده سؤال في النقطه دي؟ هو احنا في معمل الالكترونكس والليست كومبوننتس اللي نزلت ديت احنا هنبقى تيمات ولا هيبقى واحد لوحده؟ ما دي هيبقى جروبس يعني، وهننظم يعني هنتكلم على موضوع الجروبس ده. احنا غالبا هيبقى عندنا تقريبا في كل سكشن تقريبا 40 طالب، فهنقسم هنعمل التقسيمات دي ونقولها لكم ان شاء الله. وهتبقى الكومبوننتس دي بير جروب، مش لكل واحد. والله لو واحد عايز يجيبها لنفسه مش مشكله يعني، بس ايه هيبقى المطلوب ان التجربه يعملها الجروب على بعض. هنقسم الدنيا هنقسم كل سكشن جروبس، يعني مثلا ده هنقسم كل سكشن 10 جروبس بالاسامي بكل حاجه. هنحاول نعمل الكلام ده ان شاء الله قبل يوم الاربعاء اللي جاي. وده اللينك بتاع الـ الجوجل شيت اللي هو هنعمل فيه التقسيمات دي كلها. تمام، فزي ما انتم شايفين كده هيبقوا 5 جروبس هيروحوا، يعني مثلا ده الاسبوع اللي احنا فيه ده اللي هو ويك 2 من الدراسه. ويك الاول الاسبوع اللي فات ده ما كانش فيه معمل، الاسبوع ده اللي هو ويك 2 من الدراسه هنلاقي مثلا الازرق ده اللي هو الكترونكس والاحمر مايكرويف. يبقى هنلاقي مثلا 5 جروبس هياخدوا الكترونكس و5 جروبس هياخدوا مايكرويف. ويك 3 هنقلب بقى، هيبقوا الخمسه الجروبس الاولين هياخدوا مايكرويف والخمسه جروبس اللي بعد كده هياخدوا الكترونكس وهكذا بقى. فدي تقسيمات الايه الجروبس بالاسابيع. كل اسبوع دلوقتي كل واحد هيبقى عارف اول حاجه الجروب بتاعه هو جروب كام، والاسبوع اللي فيه هيعرف على طول الايه المعمل والتجربه اللي عنده. وكل الحاجات دي او كل التقسيمات دي هننزلها على الشيت اللي فوق ده ان شاء الله قبل يوم الاربعاء. لو دخلنا على الشيت ده هنعرف ايه كل المعلومات دي ان شاء الله. برضه ايه هحط لكم البرزنتيشن دي على الام اس برضه عشان تبقوا شايفين الحاجات دي. الكومبوننت زي ما انتم برضه شفتوا على الام اس محتاجين ان احنا نشتريها، حاجات كلها بسيطه. لو عندنا حاجات من السنه اللي فاتت ممكن نستخدمها، الترانزستور دون او اللي احنا كنا استخدمناه السنه اللي فاتت برضه ما فيش مشكله. ودي برضه دايره اوب امب عشان عندنا برضه تجربه اوب امب اللي انتوا عملتوها السنه اللي فاتت على السيميليشن هنعملها السنه دي ان شاء الله في المعمل. فكلها حاجات بسيطه ممكن ايه ممكن يشير فيها الجروب الواحد ممكن يشير ايه الحاجات دي كلها. التجارب كلها هتبقى موجوده على ال ام اس بتاع الايه بتاع الكورس. وحاليا برضو الليست الكومبوننتس هنلاقي في برضو لاب انستراكشنز، كل ده هيبقى موجود على ال ام اس. وكذلك زي ما كنت قلت لكم في اول المحاضره هيبقى في فيديو برضو عن استخدام الاوسيلوسكوب والفانكشن جنريتور اللي عندنا، دول اهم جهازين عندنا في المعمل. ازاي نستخدمهم؟ حط ايه باشمهندس كريم عامل الفيديو دون، وفي نفس الوقت
في المانيوال زي ما قلت لكم بتاع الاوسيلوسكوب، يا ريت برضه ننزله ونفتحه ونشوف، لازم نتعود نقرا المانيوالز ونفهمها كويس. تمام. وطبعا هيبقى في سيميليشن نعملها للتجارب، كل التجارب مفروض ان احنا نعملها سيميليشن في الريبورت بتاعها. فبرضو باشمهندس كريم هيعمل فيديو عن السيميليتور احنا هنستخدمه، وبرضو نفس الكلام المسائل بتاعت الشيتس ان شاء الله. انا برضو هحط لكم اول شيت على الويب سايت بتاعنا اللي هو الـ LMS، اللي برضو هنبتدي ان ايه نشتغل يوم الاربعاء اللي جاي دول. يا ريت الناس تحاول برضو في المسائل قبل ما تروح السكشن، هنحاول ان احنا برضو هيبقى مطلوب ان احنا نعمل كل المسائل برضو على السيميليشن. هنستخدم السيميليتر هو برضو LTSpice، فبرضو باشمهندس كريم هيعمل فيديو على LTSpice، ولو برضو اي حد عنده مشكلة في استخدام السيميليتر ممكن في السكشن يسأل باشمهندس كريم زي ما اتفقنا قبل كده. اي الكترونيك ديزاين او يعني ديزاينر بتاع الكترونيك سيركتس، دي الحاجات الاساسيه لازم يكون عارفها، بجانب طبعا الثيوري بتاعه الايه السيركتس احنا هنتعلمها مع بعض ان شاء الله في الكورس دول. لازم يبقى يعرف يستخدم السيميليتور كويس جدا، ولازم يستخدم اجهزه المعمل كويس جدا. فدي من الحاجات اللي هنركز عليهم في الكورس دول، غير الجزء بتاع الايه السيوري هتعلمه بعض في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله. لازم نعرف نستخدم السيميليتور كويس جدا، ونعرف نستخدم الأجهزة كويس جدا. أي حاجة هنبقى محتاجينها في الكورس هتبقى موجودة على الـ LMS، المحاضرات، التجارب، أي حاجة هنبقى عايزينها هتبقى موجودة على الـ LMS. أي سؤال يا جماعة؟ الأمور كلها واضحة؟